مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مترو الصحافة، والذي نقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام. لكن بداية مشاهدينا، دعونا نتطرق ونتناول وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والعربية كيف تناولت عناوينها، ومن ثم نعود. روسيا اليوم، مسؤولون أمريكيون: إسرائيل هي التي أغارت على شمال سوريا. أكد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل هي التي ضربت الموقع العسكري شمالي سوريا مؤخرا، حيث يتواجد مقاتلون إيرانيون مستخدمة مقاتلات F-15. أما وكالة رويترز: مقتل 12 في هجوم انتحاري على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا. أما CNN فتناولت: قطر تعلن عن تضامنها مع المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. أما في وكالة الأناضول: عراقات ينفي إنكار الرئيس أبو مازن للهولوكوست. فيما تناولت صحيفة البيان: المغرب تقطع علاقاتها مع إيران وتطرد السفير. الصباح: المغربية نفت إيران اتهامات المغرب لها بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريا غدا، قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران على خلفية هذه المسألة. صحيفة الحياة: أدلة نتنياهو على النووي الإيراني توسع شرخا بين الحلفاء الغربيين. لقيت المعلومات التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن البرنامج النووي الإيراني ترحيبا حارا في الولايات المتحدة وفتورا في أوروبا، ما فاقم انقساما بين الحلفاء الغربيين قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 الشهر الجاري قراره في شأن احتمال الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست. القدس العربي: اتساع حملة المقاطعة الاقتصادية في المغرب يضع التحالف الحكومي والمؤسسات الرسمية على المحك. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن الصحافة العالمية والعربية ركزت حول موضوع المغرب والأزمة الدبلوماسية التي تمر بها المغرب وإيران، وتحديدا عقب قطع المغرب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، حيث اتهمت المغرب الرباط، يتهم طهران بتدريب البوليساريا في الجزائر، وتحديدا في موضوع صواريخ أرض جو المضادات للطائرات. إيران نفت هذا الموضوع، كما أن حزب الله اتهم أن هذه تأتي من قبل ضغوطات سعودية أمريكية. وأيضا ننتقل معكم مشاهدين إلى عناوين الصحافة الفلسطينية، عفوا نتناول معكم موضوعا لمقال تناوله دكتور مازن صافي تحت عنوان المجلس الوطني الفلسطيني وحق العودة، ومن ثم نعود. حق العودة وتقرير المصير: الرد الفعلي والواقعي على النكبة الفلسطينية والتي يمر عليها 70 عاما، والصراع يتعمق أكثر برفض إسرائيل لعودة من تم تشريدهم وطردهم بعد أن قامت بالتطهير العرقي ضدهم وسرقة ممتلكاتهم وتغيير معالم الجغرافيا وتزييف التاريخ وممارسة العنصرية والاستيطان والتهويد وإصدار القوانين ضد الإنسان الفلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية الفلسطينية وقتل اللحم الفلسطيني. الرفض التام للتوطين هو تأكيد للحق الذي يعتبر من أهم ثوابت شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ويشكل ركنا أساسي في القانون الدولي والرؤية والرواية الفلسطينية للحل السياسي. وبالتالي تم رفض الإملاءات الإسرائيلية ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية والقوانين العنصرية والسيادية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. في الدورة 23 الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني، تم التأكيد على حق العودة وتقرير المصير، وكان لحضور وفود من كل العالم أهمية خاصة لتثبيت الحق والرؤية الفلسطينية. وكانت لكلمة أحمد الطيبي عظيم الأثر في ترجمة حق العودة وربط أبناء شعبنا في هدف استراتيجي جامع يتمثل في زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والسيادة الفلسطينية الكاملة في البحر والجو والأرض.
ومواجهة كل المخططات الأمريكية والإسرائيلية القديمة الجديدة لبربورة بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. ومن هنا فإن حق العودة يرتبط تطبيقياً بالحفاظ على القدس والشرعية الفلسطينية والقرار الفلسطيني الوطني المستقل. إلغاء حق العودة والانقلاب على القرارات الأممية الذي توافق مع النكبة وتداعياتها الخطيرة على الوجود الفلسطيني، يفهم ذلك بوضوح من الخطط الأمريكية ومن ضمنها خطة العصر ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع التمويل المالي ومحاولة تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لغرض إنهاء وظيفتها ووجودها. وتأتي اليوم مسيرة العودة الكبرى لتكتب الرسالة بالأحرف الكبيرة أمام العالم وباللون الأحمر القاني حيث الشهداء والجرحى أن حق العودة لا يمكن تجاوزه، وأنه على العالم أن ينهي هذا الاحتلال، وأن التاريخ لن يقف عند الرغبات الأمريكية أو العنجهية الإسرائيلية أو الصمت الدولي، وأن شعبنا باق ومتجذر في أرض ومحافظ على هويته ووجوده ولن يرحل مهما كان الثمن. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وللحديث أكثر حول موضوع المجلس الوطني الفلسطيني وتحديدا ما جاء في متن هذا المقال ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور مازن صافي. أهلا بك سيد دكتور مازن. إذا أنت تحدثت في المقال وتحديدا في عنوان مقالك تحت عنوان المجلس الوطني وحق العودة، وربطت المجلس الوطني بحق العودة، يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الربط؟ وتحديدا أنك تحدثت أيضا عن العنجهية الإسرائيلية والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وربطت هذا الموضوع أيضا في مسيرات العودة، وأيضا تحدثت عن موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. يعني بداية أسعد الله صباحك وصباح جميع المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأشكركم على استضافتي. المجلس الوطني الفلسطيني هو مجلس الثوابت الفلسطينية، ومنها حق العودة، هذا الحق المقدس والذي لا يمكن لأي كان أن يتجاوزه. المجلس الوطني الفلسطيني الذي ينعقد حاليا في يومه الرابع في دورته 23 في قاعة الشهيد أحمد الشقيري في رام الله، المدينة الأقرب إلى مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية. المجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها، وأيضا يتابع أداء قيادة المنظمة وما ينتج عنها من قرارات وتوصيات وبرامج. نحن نتحدث عن عقد دورة عادية للمجلس الوطني في ظروف معقدة، سواء سياسية سواء داخلية سواء دولية أو إقليمية ضاغطة. بالتالي نحن نتحدث عن بنود هامة في مؤتمر المجلس الوطني، وهي ربما تنتهي اليوم. كان هناك بيان سياسي وبرنامج سياسي واستراتيجية فلسطينية جديدة وهامة، أيضا انتخاب أعضاء المجلس المركزي وعددهم 110، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني أو استكمالهم، وأيضا انتخاب اللجنة التنفيذية. نعم. نتحدث ما تم بالأمس هو أن المجلس الوطني أصبح عدده 893 عضو بعد أن أضيف 108 أعضاء بعد تغيير أو استبدال من استشهدوا وتوفوا. قامت الفصائل بإضافة من لديها تجديد عضويات، وتم إضافة مستقلين ورؤساء جامعات ورجال أعمال من العالم. أيضا كان هناك إضافة أو اعتماد المبادرة الوطنية للمنظمة كتنظيم فاعل، هذا بالإضافة إلى إضافة 21 من الكفاءات. النقاش كانت طيلة عقد المؤتمر قوية وملتزمة وأيضا شهودية. الفصائل تحدثت جميعها وألقت خطاباتها ورؤيتها. نحن نتحدث اليوم في اليوم الرابع عن إمكانية التوافق على اللجنة التنفيذية، وعددها سيكون 15، حيث ينص النظام الأساسي للمنظمة أن أعضاء اللجنة التنفيذية هم ما بين 15 و18 عضو. أيضا سيكون هناك التوافق
على المجلس المركزي وعدده 110. الفصائل جميعها وضعت أسماء أعضائها، متبقي فقط التوافق على أعضاء المستقلين، وهم 6 إلى اللجنة التنفيذية و40 إلى اللجنة إلى المجلس المركزي. إن تم التوافق اليوم سوف يكون هناك خطاب للسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، وينهي به جلسات ومؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بخطاب يشمل البيان السياسي والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وما هو المتوقع في هذا الخطاب؟ هل سيكون هنالك أي دلائل بهذا الخطاب أو قرارات حول موضوع العلاقات مع إسرائيل وقطع العلاقات مع إسرائيل، وتحديدا أن الصحافة العالمية وتحديدا الحياة اللندنية تحدثت على أن لربما خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم سيتطرق إلى موضوع قطع العلاقات مع إسرائيل؟ يعني ما هو متوقع من خطاب السيد الرئيس وايضا من البيان الختامي وايضا من البرنامج السياسي والاستراتيجيه الفلسطينيه هو ما تم في جلسات المجلس الوطني في الايام الماضيه واليوم، وهو اعاده قراءه المسيره السياسيه، وليس من العام 1994 فحسب، بل من العام 1973 والنقاط العشر التي انطلقت منها منظمة تحرير العالم كانطلاقة سياسية تتمثل في إعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وسيادة الدولة الفلسطينية فوق الأرض الفلسطينية. أيضا سيكون هناك قراءة معمقة منذ 1994 حيث بدأت عملية السلام وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل، وكان هناك دور وسيط للولايات المتحدة الأمريكية، وحيث من المعلوم أن أوسلو كانت عبارة عن مرحلتين تنتهي سقفها في العام 1999 بقيام دولة فلسطينية ومناقض وإنهاء الملفات الخمسة الرئيسة ومن أهمها الحدود واللاجئين والقدس والمياه والسيادة. هذا جميعه لم يتم، لم تتعثر عملية السلام، بل تم قتلها. الوسيط الأمريكي تنصل وانحاز إلى الاحتلال، وأصبح الآن هو بجانب معادي لحقوق شعبنا الفلسطيني في كل في كل في كل مراحل النضال الفلسطيني. وهنا التحديات لربما تأتي على المجلس الوطني الفلسطيني، على أن المواجهة ليس فقط اليوم مع إسرائيل، أيضا التحديات أن المواجهة أيضا أصبحت مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا عقب قرارها بشأن القدس. يعني ما المتوقع وما المتوقع حول هذا الموضوع تحديدا فيما يخص السفارة الأمريكية في القدس، وتحديدا إعلان الولايات المتحدة نقلها في 15 من مايو هذا الشهر؟ نعم، يعني عندما نتحدث عن جملة التحديات والتحديات والصعوبات التي وضعت أمام القيادة الفلسطينية وأمام شعبنا، يمكن تلخيصها في عدة نقاط، وهي الاستيطان وهو العقبة الأكبر المستمرة ضد عملية السلام وسرقة أرضنا الفلسطينية وخاصة أراضي الدولة الفلسطينية التي يجب أن تقام فوق الآن فوق 1967 وعاصمة القدس الشرقية. أيضا هناك القوانين الإسرائيلية المجحفة والعنصرية التي تتم والتي يراد بها فصل القدس عن الضفة الغربية عن الأغوار وعزل قطاع غزة. أيضا كما تفضلت هناك تحديات كبيرة جدا تواجه القيادة الفلسطينية وتواجه شعبنا، بل تواجه الأسرة الدولية كاملة والإقليم، وهو قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والبدء بالفعل بعد عدة أيام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ورفع العلم الأمريكي فوق السفارة في داخل القدس، وقد بدأت الإدارة الأمريكية بإرسال الدعوات. هذا الأمر في ظل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني هو التحدي الأكبر الذي سوف يركز فيه البيان الختامي، أن كافة الإجراءات الأمريكية التي هي بالأساس ضد القوانين الدولية وضد أيضا الحقوق الإنسانية لشعبنا وأيضا لمكانة القدس القانونية ولكل القرارات التي صدرت
منذ النكبة إلى الآن هذه الإجراءات والسياسات الأمريكية باطلة ولا يمكن المضي فيها، وبالتالي ما يرشح عن خطة العصر أو خطة القرن المزمع انطلاقها مع رفع العلم الأمريكي فوق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس في 16 من مايو الحالي. هذه الخطة وما يقال وما تحدث به وزير الخارجية الجديد بومبيو عن وجود تعديلات هي خطة مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تنطلي على شعبنا، وتعتبر هي جزء أساسي من معاداة الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق شعبنا وانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال الذي سوف يرقب. دكتور مازن، أنت تحدثت عن صفقة القرن والتسريبات التي سربت إلى وسائل الإعلام، تتحدث على أن صفقة القرن تتضمن أيضا موضوع اللاجئين وموضوع حق العودة، وهنا أيضا في مقالك تحدثت عن أن كلمة أحمد الطيبي كان لها عظيم الأثر على ترجمة موضوع حق العودة، كيف ذلك وما هي ردود الفعل هناك كانت بعد الكلمة؟ صحيح، بكل وضوح كان لوجود الأخ أحمد الطيبي ورمزية أهلنا في العام 1948 عظيم الأثر، وكانت لكلمته الجامعة والشاملة أثر كبير في نفوس الحاضرين وفي نفوس كل من استمع لها في كل العالم، وخاصة لدى فئات شعبنا في سواء في الداخل أو في الشتات أو في أراضينا في العام 1948. كلمة الأخ أحمد الطيبي هي كلمة رفض العنصرية الإسرائيلية والقوانين العنصرية التي تفرض على أهلنا في 48، وأيضا رفض لتهويد القدس، وأيضا رفض للاستيطان الإسرائيلي وفصل محافظات ومدن قطاع غزة، وأيضا الرفض التام لحصار قطاع غزة وعزله عن العالم. بالتالي كانت كلمة السيد أحمد الطيبي كلمة وطنية جامعة سوف يتم الاستناد إليها أيضا في البرنامج السياسي، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لجميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، جميع أبناء شعبنا الفلسطينيون في كل مشارق العالم في الداخل والخارج، وبالتالي هذا ما تحدث به السيد أحمد الطيبي هو التئام النسيج الفلسطيني الذي لا يمكن ولم تستطع الآلات الإسرائيلية وقوانين التعسفية وعنصريته وجدار فصل العازل وسجون ومعتقلاته وقتل وعدوانه أن يفصل القضية الفلسطينية عن بعضها. أو دكتور مازن، وبخصوص هذا الموضوع والتحام الشعب الفلسطيني وتحديدا أيضا موضوع قطاع غزة ومدى تأثير تواجده في موضوعات اجتماعات المجلس الوطني، نتحدث إليه في المحور القادم، والآن دعنا معك ومع المشاهدين إذا سمحت لي دكتور مازن أن ننتقل إلى الصحافة الفلسطينية والإسرائيلية كيف تناولت عناوينها ونعود. وكالة وفاء الفلسطينية الحمد الله يدعو ألمانيا لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام. وفاء أيضا قال أمين سر اللجنة المركز الوطني الفلسطيني محمد صبيح إن المجلس شكل لجانا لصياغة البيان النهائي والإعداد لإجراء الانتخابات، متوقعا أن ينهي المجلس أعماله في ساعة متأخرة من مساء اليوم أو قد يجري تمديده إلى اليوم التالي. وأضاف نتوقع أن ينهي المجلس أعماله اليوم مساء اليوم أو قد يجري تمديده اليوم الإضافي. وكالة معا أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن التحشيد الوطني والشعبي لفعاليات مسيرة العودة ستتصاعد لتبلغ ذروتها يومي 14 و15 مايو القادم. وأعلنت لجنة المتابعة بغزة في بيان لها حالة الطوارئ القصوى اعتبارا من اليوم في سياق الاستعدادات والتحضيرات لفعاليات يوم 14 من مايو القادم في مواجهة خطوة الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة واعتبارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. الأيام الوطني يواصل جلساته يستعد لانتخاب المركزي والتنفيذية.
أما موقع رام الله الإخباري عريقات: نستغرب الهجمة المنسقة التي تقوم بها إسرائيل في العالم بحق الرئيس. وكالة وطن للأنباء: الاحتلال يقتحم سجن إيشل ويعتدي على الأسرى بالضرب. عرب 48: اعتداء على الأسرى فلسطينيين ونقل عدد منهم إلى المستشفيات. صحيفة هآرتس الإسرائيلية: رئيس الوزراء الياباني: نرفض المستوطنات ولن ننقل سفارتنا إلى القدس. أعلن رئيس الوزراء الياباني دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام. وفي ذات الصحيفة أيضا ذكرت أن البيت الأبيض اشترط اعتراف دول الشرق الأوسط بإسرائيل قبل البدء ببحث نزع سلاحها النووي. وفي ورقة تحديد موقف أرسلتها الأسبوع الماضي إلى لجنة جنيف التحضيرية المكلفة بترتيب مؤتمر خاص بميثاق منع انتشار الأسلحة النووية المقرر في 2020، أكدت الإدارة الأمريكية دعمها فكرة جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، لكنها شددت على ضرورة بحثها بالتزامن مع معالجة عدد من المسائل السياسية والأمنية الأخرى. واينت الإسرائيلي: المهندس فادل بوتش الذي تم اغتياله في ماليزيا شارك في تطوير الطائرات بدون طيار لصالح حركة حماس. أما القناة السابعة الإسرائيلية: سفارة غواتيمالا تسبق نظيرتها الأمريكية إلى القدس. وأفادت بأن سفارة غواتيمالا انتقلت إلى مقرها الجديد في مجمع الحديقة التكنولوجية في حي المالحة في القدس، وأن مراسم تدشين مبناها الجديد ستجري في 16 من الشهر الجاي. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأهلا بك دكتور مازن صافي. إذا نستكمل حديثنا حول موضوع المجلس الوطني والقرارات المتوقعة بعد هذه الاجتماعات، وتحديدا أن فلسطين ورام الله وغزة يواجهون تحديات كثيرة في موضوع الانقسام. ما مدى تأثير هذا الموضوع على المجلس الوطني، وكيف يعني وما المتوقع من القرارات حول هذا الموضوع؟ يعني بداية الانقسام الفلسطيني وبعض إجراءات استكمال المصالحة الفلسطينية وعلى رأسها تمكين الحكومة الفلسطينية من بسط نفوذها وإجراءاتها وسياساتها في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية، هذا على نقاش معمق في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، لأن هذا الأمر هو موضوع مؤرق جداً، ويعتبر استمرار الانقسام حقيقة هو ضعف في الموقف الفلسطيني، وبالتالي يركز المجلس الوطني على إنهاء الانقسام بأي من السبل، من ولأنه ربما يأتي السؤال أيضا دكتور مازن، هل هنالك فرصة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في هذه الاجتماعات؟ هو بداية علينا أن نعيد قراءة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي السلطة الأعلى في فلسطين، وهي لها الصلاحيات المطلقة، وهي صاحبة الشرعية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وبالتالي جميع المنظومات التي انبثقت عن قرار المجلس المركزي في العام 1994 تحت سقف السلطة الوطنية الفلسطينية من المجلس التشريعي أو غيره، هو جزء من المجلس الوطني وأعضاءه جزء من المجلس الوطني، وبالتالي المجلس الوطني هو الذي يضع التوصيات والتوجيهات والاستراتيجيات التي يمكن أن تمضي عليها دولة فلسطين في سياساتها الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية، وبالتالي من يحدد السياسة والاستراتيجية هي منظمة التحرير، أي أن بيدها النظام السياسي كاملة، وبالتالي هناك اللجنة التنفيذية والتي من مسؤولياتها أيضا اتخاذ القرارات والإجراءات وكافة الأمور التي تنظم الحياة السياسية الفلسطينية. بالفعل منظمة التحرير الفلسطينية تريد أن تخرج من الكثير من
التداعيات التي فرضها الانقسام على الحياة الفلسطينية، سواء الاجتماعية أو بعض البنود التي طالت النظام السياسي. هذا الأمر نوقش بجدية وبعمق في جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سوف يقوم أيضا بتشكيل اللجان السياسية واللجان الاجتماعية ولجان المرأة وكافة اللجان وتسمية الدوائر. هذا يعني إعادة روح الحياة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مما يؤدي إلى بالفعل إلى وحدة التمثيل الفلسطيني. وهذا الأمر هو قوة لمنظمة التحرير وقرارها، وربما هذا سوف ينعكس على التسريع في إتمام المصالحة الفلسطينية والتئام البيت الفلسطيني. وهناك الكثير من التصريحات التي خرجت حتى من أعضاء الحكومة أنه خلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك الكثير من العمل لاستكمال المصالحة الفلسطينية. وأيضا ما ورد في خطاب السيد الرئيس أبو مازن في افتتاحه إلى المجلس الوطني الفلسطيني، هو ترك الباب مفتوحا لكافة الفصائل أو الأعضاء الذين اعتذروا أو رفضوا الدخول في المجلس الوطني، ترك الباب مفتوح لهم للعودة إلى الأم الكبرى والخيمة الكبرى منظمة التحرير الفلسطينية. وأيضا هو ركز على أن هدفنا الرئيسي الآن هو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية والتجاوز عن كافة العراقيل والعقبات. نعم، وصلت الفكرة خلال الأسابيع الماضية. نعم، وصلت الفكرة. الكاتب والمحلل السياسي دكتور مازن صوفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وشكر أيضا موصول إليكم مشاهدينا. نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.